السلام عليكم. المظاهرة متاع البارح كانت زلزال، كانت بروفة لثورة شعبية قادمة لا شك فيه، على الأقل باش نوقفوا هالنزيف. تعرف هكا استمرار لك المسرحية والتهريج في معسكر، انت دب 1000 عون، كل واحد شهريته مليون، معناها مليار، مش يقعد يدفع في مليار من دم الشعب التونسي. يلزم هذا يوفى الشعب التونسي العظيم اللي كان من وقت حنا بعد متقاسم المنطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا، هو وروما يتزاحموا، وروما ما نجمته لما حرقت قرطاج، ما نجمت الشعب التونسي وأجدادنا إلا ما حرقت قرطاج بكلها. ديليندا كارتاغو، هذي ترجعوا للتاريخ واقراوا. تونس اللي في العهد الحفصي خاصة، ذكرنا المؤرخ الليبي محمد عمر المجبري، في العهد الحفصي أبو زكريا الحفصي واجه 5 دول أوروبية وزاد معاهم البابا المسيحي وخرج منهم. الشعب التونسي أشرس من أن يتصوروا هالحثالة هذه اللي سلطها علينا ربي. الشعب التونسي يرضى باش يحل التاسعة يلقى واحد جايبينه راسه بالبريونتين، واحد ويهين في أسياده، يهين في أسياده الوطنيين اللي صنعوا تاريخ تونس وكانوا معارضين لاستبداد بورقيبة واستبداد بن علي، ومعارضين حتى للفوضى اللي سادت فات العشر سنوات اللي هي مهما كان انتقال ديمقراطي وتوفر فيها الحرية والتداول السلمي على السلطة مهما كان تقييمنا له. توا ترضى يرضى الشعب التونسي خيرة رجاله في السجون نتاع ليلى جفال؟ لا، احنا حيوانات ولا بشر؟ حتى الحيوانات ما جرش عليها هذا، حتى الزواحف ما جرش عليها هذا. الشعب التونسي لا يهان كما قالوا في المظاهرة البارح. يا قيس يا جبان، ولا يا ابو عسكر يا جبان، شعب تونس لا يهان، ودولة البوليس وفات، ما عادش الاحكام البوليسية هكا يطلقوا يديهم، مش كل زاد البوليسية شرفاء، مش كل، بعضهم يطلق يديه في الشعب التونسي ويضرب وبالمطرات وبالكف، عيب. الشعب التونسي عمره ما يقبل هذا، والانتخابات ماهيش باش تتم، حتى كي تتم في نطاق التزييف. أول مرة مظاهرة البارح ذات سمعة عالمية، نقلتها وكالة بلومبرج الأمريكية ودوتشي فيلي الألمانية ولوموند وإذاعة فرانس 24 والإذاعات الفرنسوية الكل تلافز الفرنسوية، والجزيرة نقلت منها بالمباشر، ذات سمعة عالمية لأن شعب تونس شعب معروف، وكل حركة يعملها هي شرارة نحو انعتاق الشعب التونسي وانعتاق الشعوب العربية الأخرى والشعوب المضطهدة مهما كانت عربية ولا غير عربية. والشعب السنغالي ما هوش خير منا، اللي مشى حقق ثورة، وشعب الجابون كيف اللي طيح عائلة بونغو وجاب ناس انتخبهم وحطهم في السلطة. احنا نفرض ارادتنا الشرعية، ارادتنا الشرعية بانتخابات نزيهة شفافة يتزاحموا فيها ناس عندهم برامج وعندهم مشاريع، ورجعوا كرامة المواطن من خلال الديمقراطية ومن خلال احترام مؤسسات الدولة اللي مع الأسف العهد التعيس بتاع 5 سنوات حطم الدولة، دمرها، كسرها، ردها كلها أحقاد وبكلها رغبة في القتل والتشفي. عمره ما يقع هذا في تونس. البارح يا توانسة الشباب اللي خرج رفعتوا الراس، رفعتوا روسنا، ورفعتوا روس الأحرار العالم اللي نوهت بيكم وقالت هاو الشعب التونسي الحقيقي اللي تحرك.
في انتظار أن يحقق آماله المشروعة، مش أكثر، ما نستلمين أكثر، نخرجوا هك الأبرياء من الحبوسات اللي حطتهم فيها، كل ردهم كل فيران الناس في السخانة وفي التعذيب وفي التنكيل. عيب، عمره ما وقع في تونس، عمره ما وقع. على أقل من هذا وقع، وقعت الثورة ضد بن علي، أقل من هذا برشا. البارح رجع القفص اللي انطلق منه العصفور، ورجعت الناس اللي شاد الخبزة، وفي الداخلية ولاو يدازوا هما اللي عس على الداخلية، وقالوا لي راهم مشاو جراو للإذاعة والتلفزة، حوطوها بقوات أمنية كبيرة، خايفين لا الجماهير هذه توصل للإذاعة والتلفزة وتولي وقتها هذا إعلان البيان رقم واحد حق وحقيقي. فكروا يا توانسة، مصيركم بيديكم ومستقبلكم بيديكم، والحرية والديمقراطية والخبز الشريفة في متناولكم، والسلام عليكم.